صرخ موسى في العبيد، صرخ وغضب وجال وقال قولته: بئس ما خلفتموني من بعدي. قالها ثم ألقى الألواح من بين يديه وأسرع إلى أخيه هارون وهو يستشيط غضبه. وأمسك موسى هارون من شعر رأسه ولحيته وشده نحوه وهو يرتعش من قمة الغضب، وقال لهارون: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ وقال هارون بضعف لموسى: يا ابن أم، لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي. فسأله موسى: لماذا لم يدمر هذا الصنم الذي سجد له؟ إنه بهذا قد اشترك معهم في الخطأ. ولكن هارون يرد عليه قائلا: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تنطق. وقال له كذلك بوهن وضعف: يا ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمل بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. نعم يا موسى، إن هارون فعل معهم كل شيء وأخبرهم أن هذا عمل من عمل الشيطان، ولقد نهاهم هارون يا موسى عن عبادة هذا العشر، ولكنهم لم يستمعوا له وكادوا يقتلونه لولا فضل الله عليه. أنت تعلم كيف يعامل هؤلاء العبيد أخاك هارون. لقد ظل هارون يدعوهم بالليل وبالنهار فلم يزدهم دعاؤه إلا كفرا وإصرارا عليه، لم يأبه به أحد ولم يسمعوا لكلامه أو يفكروا فيه. لقد ضل القوم السبيل يا موسى بعد أن ذهبت لملاقاة الله. وأدرك موسى أنه ظلم هارون، وأدرك أن هارون تصرف أفضل تصرف ممكن في هذه الظروف، فترك رأس أخيه والتفت إلى قومه وقال لهم بغضب شديد: كيف ضللتم الطريق وعبدتم هذا الصنم؟ كيف تسجدون لصنم بعد أن عافاكم الله من عبادة الأوثان؟ ألم تروا بأعينكم ما حدث لفرعون ولكل من عبده ولكل من سجد للأصنام؟ ألم تدركوا بعقولكم وقلوبكم أن هذا ليس إلهكم؟ لماذا لم تسمعوا قول هارون؟ ألم تستطيعوا الصبر قليلا حتى أعود؟ قال يا قوم، ألم يعدكم ربكم أفطار أم أردتم موعدي؟ إن الذنب كله يقع على السامري يا موسى. لقد أضلهم وأخرج لهم العجل بعد أن صهر الذهب في الأفرام، إنه سبب كل ذلك. وغضب موسى أكثر بعد أن سمع كلام المرأة، وقال في غضبته لقومه: إنها فتنة السامري يا موسى، لقد أضلنا بعد أن هدانا الله. أين أنت يا سامري؟ أخرج لنا لتخبر موسى بما فعل. أخرج أيها الجبان من بين صفوف العبيد الذين أضللتهم بصنيعك، أخرج لتواجه مصيرك، لقد جاء وقت الحساب. أخرج ولتجعل العجل يدافع عنك. أخرج.
تقدم موسى من السامري وقال له والغضب يأكله: ما خطبك يا سامري؟ سامحني يا موسى، لقد بصرت بما لم يبصره به، فقدت قبضة من أثر الرسول فنبذتها على الذهب، وكذلك سولت لي نفسي. وأخبره السامري أنه رأى جبريل وهو يركب فرسه، ورأى أنه كلما وضع فرس جبريل حافره على الأرض إلا ودبت فيه الحياة. فأخذ السامري قبضة رمل من تحت قدم الفرس وسولت له نفسه قصة العجل، فألقاها على الذهب فخرج العجل. لقد أضلني الشيطان يا موسى بعد أن هداني الله، سامحني يا موسى، سامحني، وادع ربك أن يسامحني على ما بدا مني. ولكن موسى لم يسامح وقال له غاضبا: قال فاذهب أتوسل إليك يا موسى، سامحني، سامحني، لا تدعو علي، فإن دعوتك مستجابة. ولكن موسى كان قد دعا علي واستجاب له ربه. وظل السامري بقية عمره وحيدا منبوذا، لا يمسه أحد ولا يختلط به أحد من العبيد، عقابا له على مسه ما لم ينبغي له مسه.